انا بقول لحضرتك هو كان في حضننا ينام في بيته، وهو اجى قطع الفجر. الفجر بعد الفجر على طول، لان هو التاني كان بيصلي الفجر وجاي. فهو نايم معانا وخبط عليه قال له انا قطعت لك الصور الشياطين اللي انت حاططها على المحل بتاعتك دي ولف لي. قال له طب بتقطعها ليه؟ قال له شياطين. فخرج له. اول ما خرج له راح مكعبله في الارض وطعنه بالمطوه 5 طعنات. جيران فوق مفكرينه بيضربه بالبنيات، ما يعرفوش ان هو بيطعنه بسكينه. فهو يا حبيب من حلاوه روحه قايم ويقول له انت بتعمل ليه كده؟ بتعمل ليه كده؟ وهو كان بيموت. فالتاني طبعا جري ودخل البيت علينا يجري. ولاده لما شافوه اتحسروا، بقت ياسمين تقول له ليه مالك يا بابا؟ لا ما فيش. مالك يا بابا؟ يا بابا ما فيش. وهو بينزف، بس هو من خوفه عليه ومش عايز يقلقهم عليه. فقال لها ياسمين اسقيني. ياسمين بتجيب له الميه، قالت لي يا ماما فكرت بابا يشرب الميه كلها. قلت لها معلش يا حبيبتي. قال لها ياسمين انا بموت، كان نفسي اشوفك عروسه يا ياسمين، وخلي بالك من مامتك ومن جده ومن تيتا ومصطفى يا ياسمين. ليه؟ ليه يعملوا؟ احنا ما عملناش حاجه. احنا كل ده عشان احنا بنحب فريق اول عبد الفتاح السيسي. ما عملش اي غلط. ده هو بقى يقول ده اعظم راجل جابته مصر. وفعلا وفعلا.